حتى يتبين لهم أنه الحق. عن ترك العادة السرية. قبل ذلك يتساءل كثير من الشباب، هل هذه العادة فيها أضرار أم فيها منافع كما يدعي بعض باحثين من الغرب؟ هل هي حرام أم حلال؟ هل لها مساوئ وأضرار مستقبلية؟ هل لها تأثير على شخصية الإنسان؟ هل لها تأثير على الحالة النفسية؟ هل تسبب مشاكل نفسية في المستقبل؟ هل تقلل الرغبة بالزواج؟ هل هناك مشاكل يمكن أن تحدث بعد الزواج بسبب أن هذا الشاب كان مدمنا على العادة السرية قبل الزواج؟ أسئلة كثيرة أيها الأحبة تدور في عقل الشباب. كثير منهم اليوم للأسف يقدم على هذا الأمر من دون أن يعلم نتائجه الخطيرة. أنا اليوم أيها الأحبة لن أخاطبكم بلغة الحلال والحرام، سأخاطبكم بلغة الرحمة والتوبة ولغة العلم، لأن الإنسان عندما يدرك الحقيقة بشكل علمي، يعني عندما يدرك الإنسان أن التدخين يسبب 3 أو 4 أنواع رئيسية من السرطان وبشكل رئيسي سرطان الرئة، فهذه الحقيقة العلمية تجعله يحذر ويفكر قبل أن يسلك طريق التدخين. فالحقائق العلمية أيها الأحبة دائما ما تجعل الإنسان يرتدع. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما حرم بعض الأعمال حرمها ووضع فيها ضررا بصحتك أيها الإنسان رحمة بك، وعندما أحل لك أيها الإنسان عملا معينا وأمرك به تجد أن فيه فائدة طبية ونفسية لك. دائما هذه قاعدة صحيحة أيها الأحبة، يعني لا يوجد شيء مفيد وحرام، ولا يوجد شيء مضر وحلال. إذن الإسلام لماذا جاء؟ جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يحل لنا كل ما ينفعنا. موضوع العادة السرية، دعونا نتحدث بشكل علمي أيها الأحبة بعيدا عن كلام الفتاوى وكلام الحلال والحرام. العادة السرية كيف تتم؟ هناك مراحل. تبدأ بأن تشاهد مقطعا إباحيا مثلا، أو تتخيل إنسانة عارية أنت تزني بها مثلا، أو تضع أمامك الصورة. المهم يجب أن يكون هناك حدث مرئي، سواء في دماغك أو مرئي على شاشة كمبيوتر أو موبايل أو خلال الصورة، ليحدث تفاعل مع هذه الصورة أو هذا المشهد، يحرض هذا الدماغ لإفراز بعض الهرمونات وتتغير كيمياء الدم وتهيئ الجسم لعملية القذف التي يعني تكون نهاية هذه العادة. طيب دعونا جزءا جزءا ننتقل أيها الأحبة. علماء في جامعة كامبريدج عام 2013 وجدوا شيء، هم صدموا بسبب هذه الدراسة. وجدوا أن الإنسان عندما ينظر إلى صورة عارية أو مشهد إباحي، أو حتى عندما يتخيل في دماغه امرأة يمارس معها مثلا الفاحشة، ماذا يحدث في الدماغ؟ جاءوا بمجموعة من الناس ووضعوهم في باختبار يسمى اختبار المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. هذا الجهاز يستطيع أن يصور النشاط الذي يحدث في مناطق محددة من الدماغ. وجدوا شيء خطير أيها الأحبة، أن الذي ينظر إلى الأفلام الإباحية أو حتى الصور الإباحية
تحدث تأثيرات سلبية في دماغه تشبه وكأنه يتعاطى المخدرات. هذه الدراسة من لم يصدق يذهب إلى موقع جامعة كامبريدج ويطلع عليها. إذن هذه حقيقة علمية يقينية، وأكدت هذه الدراسة جامعات أمريكية أخرى أيضا. الآن أيها الأحبة، أول أثر سلبي للعادة السرية أنه يحدث تدميرا في جزء من خلايا دماغك في منطقة الناصية المسؤولة عن القيادة والتحكم. هذه المنطقة، هذه التي هي وراء الجبهة خلف الجبهة، تسمى الفص، ما قبل الجبه هنا، أو prefrontal lobe. هذه المنطقة مسؤولة عن اتخاذ القرار والقيادة والتحكم والتوجه والإبداع. وبالتالي عندما تشاهد هذا المقطع الإباحي لكي تتمكن من ممارسة العادة السرية، وإلا كيف سيمارس الإنسان من دون شيء؟ يجب أن يكون شيء ملموس أمامه. إن لم تكن هناك يعني فاحشة حقيقية، يجب أن يكون هناك بعض الصور. رؤيتك لهذه الصور مع التكرار والإدمان تحدث تأثيرات سلبية على الدماغ، ويبقى أثرها لفترة طويلة، ويمكن أن تدمر أجزاء من منطقة الناصية التي تخسر بسببها قدرتك على اتخاذ القرار السليم. إذن هذا الضرر الأول. الشيء الثاني أيها الأحبة، أن الدماغ عندما يفرز هرمون يسمى هرمون السعادة، يفرزه كنتيجة للعادة السرية. عندما يتم الإنسان هذه العادة وينتهي منها، يفرز هذا الدماغ مادة اسمها دوبامين، وغير ذلك مجموعة هرمونات تسمى هرمونات السعادة، تشعرك أيها الإنسان بالسعادة. وبالتالي الدماغ يتعب كثيرا لإعادة تصنيع هذه المادة، وتتطلب طاقة كبيرة وفيتامينات ومعادن وغير ذلك. فمشكلة العادة السرية أنها سهلة ويمكن تكرارها بفترات قصيرة، مما يرهق الدماغ ويحدث فيه عجزا وخللا في تصنيع هذه المادة، مما يؤثر على مراكز أخرى في الجملة العصبية. هذه المراكز عندما تتأثر، ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ أنا أسير معكم خطوة خطوة. الذي يحدث أحبتي في الله أن الوضع النفسي تجده في حالة وهن، وتجد الإنسان يمر بنوع من الاكتئاب. لماذا؟ لأن الدماغ لم يعد قادرا على تصنيع هرمون سعادة بكمية كافية، فيشعر الإنسان بالاكتئاب. حتى عندما يتزوج لا يشعر بتلك النشوة فيما لو كان ممتنعا عن العادة السرية. إذن أنت بمجرد مارست هذه العادة، اعتبر أنك بدأت بتدمير أجزاء مهمة من دماغك. الباحثون الذين قالوا إن العادة السرية لها فوائد، هؤلاء لم يدرسوا هذه الناحية، لم يدرسوا أثر، ولم يطلعوا على دراسة جامعة كامبريدج التي تؤكد أن هناك خلايا تتدمر في الدماغ بسبب المشاهدة لهذه المناظر، وبسبب التكرار المستمر لهذه العادة، مما يرهق الدماغ. الشيء الثالث أيها الأحبة، أن هذا الإنسان الذي أدمن على الممارسة السرية ومشاهدة هذه المقاطع باستمرار، تتشكل في دماغه مجموعة كبيرة من الصور. عندما يتزوج، ما الذي يحدث؟ الصور لا زالت في دماغه، آلاف الصور متراكمة. يتوقع أن يجد لذة أكبر في الواقع. الذي يحدث أنه يجد شيء عادي جدا،
ويجد أن الواقع يختلف عن التمثيل، لأن هذه الأفلام وهذه الصور كلها عبارة عن يعني فبركات وتمثيليات ومقاطع مركبة على بعضها، بحيث تثير لديك الدرجة القصوى من الهيجان العاطفي، وبالتالي هذه المقاطع ليست حقيقية، هذه الصور ليست حقيقية. فعندما تطبعها في دماغك على مدى سنوات، تأتي للواقع العملي وتأتي للزواج، ترى الوضع مختلف، فتفقد الرغبة في أو لا تشعر ذلك الشعور القوي الذي ينبغي أن تشعر به مع زوجتك. من هنا تبدأ المشاكل. بعد أن يتزوج الإنسان بفترة وتبدأ هموم الحياة، مشاكل الأولاد والمشاكل الاقتصادية ومشاكل المنزل والأهل وغير ذلك، يعود دماغك ليستدعي هذه الصور القديمة المخزنة وهذه الذكريات، ويبدأ بالبحث عن شريك وهمي آخر. فتجد أن معظم الذين يمارسون العادة السرية بعد زواجهم يبدأوا بمشاهدة مقاطع إباحية، طبعا إلا من رحم ربي، إلا الناس الذين تابوا إلى الله وامتنعوا عن ذلك امتناعا كاملا، هؤلاء يبدأ دماغهم بالتنشط، وتبدأ يعني يبدأ إفراز هذا الهرمون من جديد، ويبدأ بالإحساس بالسعادة الغامرة. الشيء الأخير أيها الأحبة، لأضرار هذه العادة السيئة، أنك عندما تكثر وتدمن على هذه الممارسة يصبح لديك هوس دائم في حب تطبيق هذا الأمر عمليا، أنت تطبق نظريا بينك وبين نفسك، ولكن تنتظر الفرصة ليتاح لك أن تطبق هذا الأمر على الواقع. وهنا يأتي الشيء الخطير، أن نسبة كبيرة من الذين يمارسون العادة السرية تجد أنهم ينجرفون باتجاه الفاحشة والزنا وربما الاغتصاب. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن العلاج الحقيقي أيها الأحبة، أولا ذكر الله والاستغفار، وعدم الإصرار على هذا الذنب، وأن تلتجئ إلى الله عز وجل وتطلب منه العون، سيهيئ لك الزوجة الصالحة، يهيئ لك الرزق الذي يغنيك عن الناس، وتجد أن الله عز وجل سيبدلك خيرا من هذه العادات السيئة، وأفضل ما يبدلك به الله هو القرآن، أن يبدلك بحفظ القرآن وتلاوة القرآن والتلذذ بالاستماع إلى القرآن، وأن تشعر بحلاوة هذا الكتاب العظيم، لأن السعادة التي تجنيها من فهم القرآن وتدبر القرآن وأن تحلق في آيات الله عز وجل سعادة غامرة لا توصف ولا يمكن وصفها بالكلمات، لا يشعر بها إلا من يمارسها، أو لا يحس بهذه أو يعرف قيمتها إلا من يمارس التفكر بآيات الله. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن شاء الله نلتقي في جزء جديد وحلقة جديدة في سلسلة التوبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.